تتلفت يمينا وشمالا يستنجد بأهله، ماكو نتيجة. واحد تلقاه يصارع، يصارع ينازع، ها يصارع يطلب النجدة، ها يعني حالة شديدة تمر عليه. نبه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشير راسه إلى السماء يقول اللهم خفف علي سكرات الموت، لأنه لحظة شديدة تمر على الإنسان، وهي لحظة شديدة. نسألك رحمتك.